اليونانيون يتشحون بالتشاؤم إزاء الأفاق الاقتصادية مع انخفاض المقياس الأساسي لمعنويات الشركات إلى أدنى مستوى له قبل الانتخابات المبكرة المقررة في 25 من الشهر الجاري. مؤسسة الأبحاث الاقتصادية والصناعية خفضت مؤشر الشعور العام للاقتصاد اليوناني إلى 98.9 نقطة في كانون الأول ديسمبر من 102.7 في تشرين الثاني نوفمبر. حزب سيريزا اليساري الراديكالي يقود استطلاعات الرأي مما يثير مخاوف من حدوث مواجهة مع المقرضين أي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.